بالطبع بالطبع، استلام ملاعب كيما هادو ولا ونزيدوا مركز التكوين بزرادة اللي حيكون التدشين تاعو عن قريب. يعني بهذه المراكز ما عندنا حتى حجة، لازم نكونوا احنا الجزائريين عندنا 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 حاجة خاصة، احنا نحبوا دائما نكونوا الاولين في كل شيء، ولما لا بهذه الامكانيات لازم نكونوا لازم نعاودوا نولوا ان شاء الله فريق من الجزائر او فرق اخرى اللي يتمثل في الجزائر على المستوى الافريقي كما في الرياضات الاخرى. لازم نعاودوا نولوا في الالعاب الاولمبيه كما كنا سابقا، نعاودوا نولوا لعهدنا، نعاودوا نولوا نشرفوا الوان هذا البلد العزيز اللي ماتوا عليه الشهداء، واليوم رانا مسميين عليه على الشهيد علي لابوانت اللي هو يعتبر مفخره لكل الجزائريين. هذا الشهيد اللي قدم رغم سنه الصغير قدم الكثير للثوره الجزائريه، واليوم رانا الحمد لله نتنعموا بالاستقلال في ارضنا في وسط اهلنا بهذا الملعب الكبير. انا فخور جدا جدا بالملعب، لكني فخور اكثر باسم الملعب اللي اختار الملعب، يعتبر انا بورما خير الاسم اسم على مسبى. اليوم سا كوانسيد افيك لانيفرسير دو لانديبوندونس، هو عيد الشباب، ما يخفالكمش هو توفى شاب وكان شهيد شاب. يعني كل 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 يوم واش رانا نشوفه يعطيك فخر ويعطيك اعتزاز بالبلد هذه وبالجنسيه الجزائريه. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.